أثارت وفاة الباحثة المصرية الشابة ريم حامد في فرنسا موجة واسعة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أعلنت القنصلية المصرية في باريس أنها تتابع الحادثة عن كثب، خصوصا بعد أن كتبت الباحثة منشورا على حسابها على فيسبوك قبل وفاتها، مشيرة إلى أنها كانت تتعرض للمراقبة من جهة مجهولة، الأمر الذي دفع البعض إلى الربط بين تلك التدوينة ووفاتها المفاجئة. وفي سياق متصل، قام شقيقها نادر حامد بنشر بيان على فيسبوك يدعو فيه الجميع إلى عدم الخوض في تفاصيل الحادث أو نشر تكهنات غير مؤكدة، مما زاد من حالة الجدل والفضول بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي منذ انتشار الخبر. وقد انتشرت منشورات منسوبة إلى ريم، غير أنها لم تعد متوفرة على صفحتها الشخصية، ويبدو أنها قامت بحذفها قبل وفاتها. ووفقاً لتلك المنشورات التي تم تداولها، ذكرت ريم أنها كانت تتعرض لمراقبة من قبل أفراد أو جهات مجهولة، وأن أجهزتها كانت تتعرض للتجسس، كما أشارت إلى أنها كانت تتلقى تهديدات تتعلق بالأبحاث التي كانت تعمل عليها، لكنها لم تكشف عن تفاصيل أخرى. وفي بيان نشره نادر، شقيق ريم عبر فيسبوك قال: السلام عليكم يا جماعة، أنا نادر أخو ريم حامد، بعد إذنكم محدش يتكلم عن أي تفاصيل ليها علاقة بالوفاة، لأن مفيش أي حاجة مؤكدة ولا أي دليل جنائي لحد دلوقتي. الكلام المكتوب قد يضر بحق ريم، من فضلكم نركز بس إننا ندعي لها ونقرا لها القرآن وندعي لوالدتها عشان حالتها صعبة جدا. أتمنى إن الناس لو فعلا مهتمين بريم إننا نبطل نتكلم عن أشياء غير مؤكدة وقضية قيد التحقيق، ونبطل نشير البوستات القديمة بتاعتها ورسائلها. من فضلكم احترم خصوصية ريم أختي، وإحنا متابعين مع محامي هناك والشرطة الحمد لله، وأول ما نوصل لأي حاجة أنا هبلغكم كلكم أكيد، وده حسابي. وفوراً وجهت الخارجية المصرية بسرعة استخراج شهادة وفاة ريم حامد وشحن جثمانها لمصر في أقرب وقت ممكن. جدير بالذكر أن ريم حامد كانت باحثة دكتوراه مصرية تخرجت من جامعة القاهرة كلية الزراعة قسم التكنولوجيا الحيوية بايوتكنولوجي عام 2017، حصلت على درجة الماجستير في التكنولوجيا الحيوية، ثم انتقلت إلى فرنسا لتواصل مسيرتها البحثية كطالبة دكتوراه في معهد البيولوجيا التكاملية للخلايا بجامعة باريس، حيث حصلت أيضاً على درجة الماجستير في علوم الجينوم قبل وفاتها. وتظل قضية وفاة ريم حامد قيد التحقيقات المستمرة وسط تساؤلات حول ما إذا كانت وفاتها طبيعية أم أن هناك جوانب غامضة لم تكشف بعد.